تكلموا ايضا على عينه اخرى، يعني كميه التعصب والشتم للاسف الشديد اللي تعرضوا له اللاعبين اللي في زمن الاحتراف انتقلوا بين الاتحاد والاهلي طرابلس، الاهلي بنغازي، النصر وغيرها. اليوم احنا عندنا نموذج اللي هو الكابتن علي رحوم، لعبت في فريقين، اليوم انت تعتز بكونك لاعب في الاهلي طرابلس وكذلك مع فريق الاتحاد، لكن ما شفناش علي رحومه في موضع جدل ممكن فيه نوع من الامتعاض انك تمشي لنادي دون الاخر، لكن مش بالشكل هذا. يعني احنا نتكلموا على اسماء ممكن عادل يشطرني في الراي ولعبوا معاه حاليا في المنتخب، انتقلوا للاهلي طرابلس والعكس، يعني شفنا اشياء غريبه، نقصد على الاجيال الاخيره. هي بالتاكيد طبعا اكيد التعصب كان موجود من قبل هو، لكن توا مؤيد زاد بصراحه لدرجه كبيره بصراحه، حتى مساهمين فيه حتى المراكز الاعلاميه يتكلموا عليها اسامه وكابتن عادل. المراكز الاعلاميه لما تحط واحد من جمهور مش قاري ومتعصب تحطه يشد لك مركز اعلامي، شنو بتستنى منه؟ هل بيوعي لك الجماهير؟ بالعكس هذا بيزيد الفتنه. المشكله وين؟ باش تكون الصوره واضحه، اغلب اللي موجودين في المراكز الاعلاميه يتمتعوا بمهارات عاليه، امكانيات مميزه، عندهم في التصاميم، في التحرير وما الى ذلك. يعني اصبح اليوم نجاح هذا المركز الاعلامي او ذاك مش مرهون بقيمه وجوده الماده والمنتوج اللي قدمه للمشاهد او المتلقي، بالعكس اذا كان انت لقحت على الفريق الاخر يعني يبدو يوصف بعض. يعني الاونه الاخيره شفنا الاتحاد والاهلي، بقول لك انا موخ بالله بنقاطعك والله بنقاطعك فهي بنقاطعك فادي هذه بالسليم، يعني قمه الموقف الاتحاد والاهلي طرابلس، واحد كاتب الفريق الاخر واحد كاتب شو الفرق. لحظه تو شفت موقف تو في ابطال افريقيا عادل الاهلي المصري في الرباع، شكون لعب لفريق جنوب افريقيا عادل؟ الاهلي المصري لعب صن داونز. صن داونز شوف اعلامي من صن داونز، شوف الفرق الكبيره اعلامي ولا مرافق كتب كلمه في صفحته الشخصيه وهم في الطياره لما نزلوا، طبعا شافوها لما هو دار في جنوب افريقيا وركبوا ما ندروش عليه، لما نزلوا مش عارف واحد من الاداريين ولا مدير الكوره شاف ان الاداري هذا ولا اللي معاهم كاتب على مصر ولا للاهلي المصري، تصور عاد ردوه في الطياره قالوا له روح انت ما تمثلناش، اللي بيزرع ثقافه ما يشوف، قالوا له انت ما تمثلناش. طيب علي تعقيبك حول جزئيه يعني الملاسنات اللي نشوفها ايضا، يعني قمه الانحطاط بالنسبه للمراكز الاعلاميه خصوصا الكبرى. اكيد زي ما قلت لك معناها المراكز الاعلاميه هي تساهمت بشكل كبير، والمراكز الاعلاميه من جاب المركز الاعلامي؟ من حط؟ اداره الانديه، معناها حتى اداره الانديه مساهمه بشكل كبير في التعصب. اتحاد الخمسي اعطانا فكره ثانيه، قال لك المركز الاعلامي هو اللي جاب رئيس النادي. الخطابات حتى هي خطابات زي ما قلت انت ما يحترموش الاحترام، قله الاحترام للانديه لبعضها، حتى دور روابط الانديه اختفى صراحه، ما عادش موجود. ما قبل كان في روابط انديه وكانت في على الاقل علاقات بالانديه كانت طيبه، لكن تو بدت بالعكس روابط الانديه بدت ممكن حتى هي متعصبه اكثر من الجماهير. هنا المشكلة، هنا لابد حتى رئيس النادي عليه قبل كان تربوي وكان شخصية وكان شديد وكان يعاقب وكان يطرد من النادي. أنا معناه الله يرحمه حكى لي أستاذ عبد الكريم بن موسى رحمة الله عليه كيف أنا في بعض اللاعبين في أوج قوتهم في طغيانهم قال معناه طردتهم بالتمارين وعاقبتهم، الآن ما يقدرش رئيس نادي يطرد نجم فريق يعني صح يدور عليه الجمهور ويطردوا حتى رئيس النادي على خاطر لاعب، صعب جدا. أنا مرة مؤيد نحكي لك قصة ممكن الوالد ربي يطول في عمره حكى لي عليها، في صار انتخابات في نادي الاتحاد قديما قديم جدا، واحد من الجمهور خذا رئيس النادي في الانتخابات وفوق حمله على كتافه وقاعد يدور بيه بالشواشي قاعد يدور بيه على كتفه، ثاني يوم هذاك المشجع يدور في الاداره جاء شاف الاستاذ بالشواشي قال تفضل شدي رهني، قال الاستاذ ما عرفنيش انا امس قمتك في وسط الجمهور على كتفي، قال انزل لوطه نقيمك على كتفي ندور بيك وما عادش نشوفك في الاداره. عرفت شو معناها مؤيد؟ عرفت شو معناها مؤيد؟ معناها ما تركبش عليا انت كجمهور، انا جلست كرئيس نادي المفروض نكون انا نكون ولي امر النادي، انا معلش اجيالنا كيف بتربوا يا مؤيد؟ برعمنا واشبهنا والاواسط نتاعنا ماشيين نفس الاسلوب، معقوله يجيني شبل في الاواسط يجي في الشبل او في الاواسط او في البراعم لما يحرز هدف والله يدير لعبه يدير في نفس الحركات حقيقة مع احترامي اللي غير لائقه، ما بيش نقول اخلاقيه لا، حتى بشعار والله بغلال يرمي غلال تو يدير في حركات تعبيريه
لماذا من تو نعلموا فيهم؟ نعلموهم على الاخلاق، نعلموهم على، انا مره قلت ضحكوا علي، قلت يا جماعه المفروض اتحاد الكوره يفرضها تغيير الملابس كل نهايه مباراه، واللي ما غيرش خصم له نقطه. علاش هيك مؤيد؟ الشيء اذا زاد عن حد انقلب الى ضده، لما انت تزيد الفوهة توسعت تزيد الفتنه، المفروض احنا نهدم الفتنه. ما فيش باس، تمت انتهت المباراه، اتحاد وادي تراب شو المشكله يسلموا على بعضهم؟ انتهت الاهلي بنغازي والنصر شو المشكله يضبطوا بعضهم؟ يا جماعه الدليل بس. الدليل يا اسامه احنا نتكلموا بعجاله، لعيبه من الاتحاد اليوم موجودين في تشكيله الاهلي طرابلس والعكس، لعيبه من النصر موجودين في الاهلي بنغازي والعكس، مجموعه بتطلع تلعب في الانديه كلها حتى الانتقال للجمهور. طيب كباسل راح اتكمل فكرتك كابتن اسامه.